هو يا شاب بلال هنا البولك، قال لك البولك، البولك تاع كوبا، قال لك انا وعامل الحاله لهنا ورا عند شكون اللي طيب البولك لهنا لا عند الشيف رمزي. الشيف بلال يخبطك بوحده بيتزا تروح تخلص، قول لهم بلال الشيف رمزي. ندخلوا البولك، البولك على النبي. هيا بولك كيفاش نعتنا كيفاش البولك تخدمه ويخدموا يخرج الشاي قطره لا تعزيت على بالك. سر المهنه. انا نقول لك انا كنت عنده ونعرف العقليه شو جاء الاخرى يطيب. سر المهنه. قول الشيخ رمزي. سر المهنه. يا خويا نعملوا بريزونتاسيون للمحل هنا في كوبا. شوف هيا هذا هو البولك تاع النبا. جاء انا البصل هكذا، هذا معجنوس الزيتون اليوم باشي البطاطا والفرماج. هذا يا رمز كلش ها يا تدي شيء قلت لي يوم لا هاي هنا البولك لازم يتقطر بيان. هو شنو ونضافة ما شاء الله. نقول لك انا في الغاسترونومي انا اعرفها مليح. اهدر حالك، ايش انطباعاتك على البولك على النبي كذا؟ لا لا علاقة. كيفاش لا علاقة؟ انت اللي قاعد تخدم انت ولا حاشم ديجا؟ قول. ده البولك تاع النبي. نعطيك فكرة صغيرة، زدت لها شوية مع عدنوس هكا سي بون تخرج بيان. وي هكذا اخويا حمزه. الزبادي ما ادرك ما الزبادي. الفراميج عامله حالها، قول لهم هكاك الشيخ. من بعد تحط لهم العظمه في النص ونحطوها وبعدها من بعد هاي تحفرها شويه باش تعمل بلاصه تاعها. الكعبة بقداها هنا تعمل تحسبوا فيها؟ ايش؟ 25 25 كاين. اورو اورو قال هاي بالعملة الصعبة، احنا العملة السهلة دي الجزائر العملة السهلة دي عملة صعبة دي. شو؟ يا الدينار الجزائري عملة سهلة، هو العملة يشري كل العملات الصعبة. كيش تبعتها هكذا؟ يا راحي. يا اخي فيه ورانا ب 30 متر مهما يكتب. والله مليح والله، كنت عندك شحال خطره بيان والله. دائما واحد يجيني يقول لي شوف الدورك هذيك. كيش تبعتها برك هلا تروازيم؟ شوف كيش تبعتها. عملت لها شويه ملح شويه لازم فوق العظمه ما تعملهاش. هو جم ملح الحمى. يا الحمى نتبت تكون فيه بعد يزيد وش؟ يزيدون بعد ومعده. ثم ثلاث دقائق توجد نورمالمون تقعد مروبة. تقعد مروبة؟ هاك بعتيهم دفعة في ثلاثة نشوفوا شحال الوقت. 45 كيفاش تخرج الشيحة بلا زيت تاكل بوراكا؟ ونشيها. حط لها الكاغطة. ثم تطيبهم بخاسك. الوراق كاين حرشة جهارة. شهر حرشة إذا كتها تشرب تشرب بزيادة. كتها تعرف ما تشربش. شافها؟ أو حتى الزيت نضيف. برافو هذا هناك كوبا مش دفع الدوس. يا بلال كوم هي يا بلال. يا بلال الشاب بلال هاي ناخذ لهم واحد عاملي بريل هنا قلبي ب 4000
كيش 6000. بيتزا كاري، بيتزا فرماج، بيتزا فرماج، بيتزا فرماج طون 4000. بيتزا رون أو فرماج 200 دينار. بيتزا رون أو فرماج طون محجوبة. قال دي فرماج. يا خويا حتى هذا الحاجة أنا المحل تاعك في البريزونطاسيون. أيا الشاب نسيم، الشيخ نسيم أيا. هنا نضيفة قلت تقول في هولندا هذاك اللي كولا هنا فيفون حيين. شوف شوف نضافة باش الناس اللي يجي تاكل هنا ما تخافش. ها هو الميكسير هذا. نضيف نضيف المركز. قول انا سيم قول في هولندا لهنا امستردام اورانج يا صاحبي. مرحبا بكم. ها يا خويا وعندك لاكليم اخويا ديريكت. ها سير كوموند بون ابيتيتو. والميرندا والصوما مناح الميرندا. ها البوراك اخويا بس يا حمزه سيتيه من البوراكات اخويا. استنى اصبر كمل ساعه البيتزا تاعك صح. البوراكه تاعك. لا او بلال بوراك بيتزا. نضيف المغازان الله يبارك ما شاء الله. سي بون حمزه صحيح. يا اخي قداه عملنا قلنا قداه انت 3 دقائق 3 مينيت. وجبه سريعه جدا جدا. كل وجبه 5 دقائق. ها هو الكسكاس اخويا اللي مانوش الكسكاس هي اللي مانوش القلب كما يقولوا. قول هذا هو الكسكاس اللي يطيب البوراك ويطيب الكسكسي ويطيب هام الورق وين نخبيها. عندك كلهم من الفار عندك. كان شوار هنا. تعمل ورقة بركة. تعمل غير ورقة واحدة. ورقة. هاي فهنا هنا بيتزا يولو هذا هنا. وتبعتها من هنا تقول لها ما. بريتو. بونسيرا سنيورا حمزة. كوم يستاي بيني. كنت بوستو انانابا هي. هاي كمل سي بون طيب تخدمها طيب انت. وا بلال بيتزا لي خدمتي صباح مالا بلال. هنا واش تعتمد من الباطيمات هذا تاع كوبا تحت سيزيا. هاي السلام عليكم. صح اخويا المره الجايه نعمل لك واحده فيديو كي تقعد خاد في السيرفيس كما يقولوا او بلان سيرفيس. السلام عليكم. السلام.